مساء الفل، معاكم محمد يونس. فيديو جديد، لايف جديد، طبعا نتكلم فيه عن الرباعيه المتميزه جدا للنادي الاهلي وتالق طبعا مارسيل كولر وبعض نجوم النادي الاهلي. النهارده المباراه فيها مكاسب مميزه جدا، فيها بعض الارقام الشخصيه اللي هنتكلم فيها على اكتر من لاعب زي وسام ابو علي وزي علي معلول وزي طبعا مصطفى شوبير اوفا او نجم الكوره المصريه. نتكلم كمان على رايك يا صديقي الاهلاوي، طبعا يا ريت تقولي في الكومنتات مع او ضد بدء محمد الشناوي كحارس مرمى كاساسي في مباراه الترجي التونسي في رادس ومن ثم في استاد القاهره. رايك صديقك الاهلاوي وان شاء الله يهمني في الكومنتات. هنتكلم كمان على حاجه مهمه جدا، ملف الصفقات في النادي الاهلي، ملف الراحلين، طبعا بكاء وغضب قفشه ورحيل طبعا محمد مجدي قفشه. خد مني قفشه اخر موسم ليه في حاله استمرار مارسيل كولر مع النادي الاهلي، فهيكون اخر موسم ليه. تعال نحلل المباراه. النهارده النادي الاهلي مع الرغم ان الاتحاد السكندري عنده هجوم جامد جدا، عنده مابولولو، عنده احمد عادل ميسي جامد جدا، لعيب متميز جدا، عنده المهدي سليمان، عنده لعيبه عندها خبرات في فريق متميز من الجانب طبعا الهجومي. النهارده النادي الاهلي بيكسب 4-1، تالق غير عادي لعمر كمال عبد الواحد اللي نادينا يا جماعه من اكتر من شهر لازم يلعب اساسي في الدوري، خلاص هو كده كده مش مقيد افريقيا، فاللي بيلعب اكرم ومحمد هاني فكان لازم يبقى له دور في الدوري. النهارده ما شاء الله لعيب جامد جدا، لعيب شويت، لعيب هايل. شفنا كمان رضا سليم النهارده كسر الدنيا مع النادي الاهلي، وكنا بنقول لمارسيل كولر او بنهمس له في ودنه رضا سليم لعيب جامد جدا. رضا سليم انت جايبه افضل لاعب داخل القاره الافريقيه، كان هداف نادي الجيش الملكي، انضم ليه منتخب المغرب، فلاعب متميز، لاعب كبير جدا جدا جدا. ده بالنسبه لي رضا سليم. النهارده النادي الاهلي طبعا 4-3-3 صريحه اللي بيلعبها امام عاشور النهارده زي ما ذكرت لحضراتكم، ان هو ترمومتر اداء الفرقه، يعني هو المتحكم في رتم الفرقه، امتى يعلي الرتم، امتى يهدي الرتم. لاعب عنده تنوع، شويط، بصير، مش محتاجين نحلل اداء امام عاشور، لان اي حد في مصر شهادته مجروحه في مستوى امام عاشور. مستوى امام عاشور هايل جدا. عايز اتكلم كمان ان ارقام امام عاشور في استخلاص الكوره اكتر من 85%، يعني اللعيب بيدافع بشكل متميز جدا. بالنسبه لمهاريا امام عاشور تخيل معايا النهارده 9 كرات في بالنسبه للمراوغات عدى في 8 منهم. يعني معنى كده ان امام عاشور اكتر لاعب حاليا في الدوري المصري هو مصطفى فتحي مراوغة طبعا لفرق الخصم، فدي رقم مميز جدا ورقم كبير جدا جدا جدا. دي حاجه. الحاجه اللي عايز اتكلم فيها كمان اسامه ابو علي، النادي الاهلي بقى عنده مهاجم. اسامه ابو علي في 6 مباريات اساسي جاب 5 اهداف و3 اسيست، النهارده جول واسيست، وفي مباراه بلديه المحله كان مكسر الدنيا وكان شارك في 4 اهداف. في لعيب جامد جدا، لعيب متميز جدا، لعيب انا شايفه ليه مستقبل كبير مع النادي الاهلي. طبعا كهربا اللي بدا يفوق وبيجيب جولين على التوالي، اي نعم من ركلات جزاء بس اسمه جول، فلعيب كبير قوي، لعيب متميز، مع الرغم ان هاني سليمان المهدي سليمان عفوا من اقوى حراس في مصر للتصدي لركلات الجزاء، الا ان النهارده النادي الاهلي بيجيب يعني ركلتين ولا اروع، تالق غير عادي من الاثنين لعيبه، حاجة مميزة جدا. كهربا، أسامة أبو علي، إمام عاشور، عمر كمال عبد الواحد، رضا سليم، لا تألق النهاردة غير عادي. الشحات ما ظهرش بالمستوى المطلوب، بس اللي أقدر أقوله يا جماعة إن النادي الأهلي في 3 مباريات ورا بعض في 7 أيام بيكسب 3 فوز. النادي الأهلي هيشارك في أفريقيا مرتاح، النادي الأهلي لو كسب المباراة القادمة هيبقى بينه وبين بيراميدز بوند. وانت بتتكلم في حاجه كبيره، حاجه مميزه جدا، وبنسبه 100% النادي الاهلي هيشارك في افريقيا، ان في حاله لعب المؤجلات هيبقى هو اول الدوري بكل اريحيه. هيبقى هو اول الدوري بكل اريحيه، هيبقى فرق بينه وبين نادي بيراميدز بونت واحد، هيبقى 39 بونت وبيراميدز 38 بونت في 17 مباراه. فكل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي العظيم المحترم، اللي نتمنى له التوفيق ان شاء الله كمان في افريقيا. النهارده رباعيه مهمه جدا، رباعيه مميزه جدا. تعالى بقى نتكلم على بكاء قفشه. قفشه احنا كنا عارفين ان كان في صدام كبير بينه وما بين مارسيل كولر، واعترض على مارسيل كولر، فمارسيل كولر عن طريق كابتن خالد بيبو اتغرم غرامه كبيره قفشه 300,000 جنيه، و طلع من السكور شيت لمده ماتشين، والنهارده كمان يا جماعه يعني في السكور وما لعبش. طبعا محمد مجدي قفشه اللي اقدر اقوله ان هو لعيب كبير، لعيب مميز، بس مش هيبقى له دور الفتره القادمه في حاله استمرار مارسيل كولر. كولر من المدربين اللي بيؤمن بالثواب والعقاب، بتخطا
هتنال عقابك. شفناها كمان يا جماعه عمل كده محمد عبد القادر، دخله الثلاجه سنه مع ايمن اشرف، وايمن اشرف رحل عن النادي الاهلي، وفي لعبة كتير انا شايفها مش هيبقى دور الفتره القادمه مع النادي الاهلي. تعال بقول لك الاربع او خمس لعيبه المرشحين بقوه ان هم يطلعوا من النادي الاهلي. رقم واحد محمود الزنفلي طبعا بعد عوده الشناوي. رقم اثنين خالد عبد الفتاح. رقم ثلاثه طاهر محمد طاهر لسه مجدد. رقم طبعا اربعه، وانا شايف ان مارسيل كولر ما اعتمدش عليه الاعتماد الكامل للفترات القادمه طبعا او اللي فاتت والقادمه كمان مش هيعتمد عليه، اللي هو محمد الضي كريستو. الاربع لعيبه دول لان كمان كريستو هيبقى فوق السن الموسم القادم، فكده كده مش هيبقى له دور مع النادي الاهلي. طب مين اللعيبه اللي ممكن يستقطبها النادي الاهلي؟ عوده قندوسي وانت بغمض. في لعيبه النادي الاهلي بيفاوضها زي محمد اسماعيل لاعب نادي طبعا زد، العش لاعب نادي زد، احمد حساب لاعب نادي جونه، واياد العسقلاني. الاربع لعيبه دول مارسيل كولر بيفاضل منهم احتمال كبير ياخد اياد العسقلاني في ناحيه الليفت او كباك ليفت طبعا خلفا لعلي معلول، او في حاله استمرار علي معلول مع كريم الدبيس واياد العسقلاني اثنين صغيرين ان شاء الله يعني ياخدوا خبرات من علي معلول المحتكاكات مع النادي الاهلي سواء في افريقيا او في دوري او في كاس او في السوبر ليج الافريقي او في اي بطوله النادي الاهلي هيلعبها. اللعيبه محتاجه احتكاك مهم جدا، فكل التوفيق ان شاء الله للعيبه المتميزه. انا اتمنى اياد العسقلاني يجي لان اياد خامه طيبه جدا، خامه مبشره جدا، لعيب قوي وسريع ومهاري ومن افضل اللعيبه بصراحه اللي هيبقى لها دور مع النادي الاهلي الفتره القادمه، وكمان سنه صغير وسعره مش كبير بالنسبه لي لعيب في السن ده، فكل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. نادي الزمالك طبعا هنتكلم عليه كده في عجاله بعد خسارته لمباراه سموحه بنسبه 99.9 خارج بطوله افريقيا الموسم القادم. طب ليه يا جماعه؟ لان الاتحاد المصري قرر وبعت للكاف ان الفرقتين اللي في المركز الاول والثاني في الدور الاولاني هم اللي يقدروا يكملوا في بطوله دوري ابطال افريقيا، كده ممكن كمان نادي الزمالك ما يلحقش بطوله الكونفدراليه. فان شاء الله نتمنى التوفيق لنادي الزمالك الفتره القادمه. نادي الزمالك محتاج تدعيم، نادي الزمالك محتاج عبد الله سعيد شويه يقعد دكه لان عبد الله ضارب غطس بقاله فتره، محتاج يعتمد على سامسونج كنول لان سيف الجزيري بيتعالى على الكوره ومستواه سيء جدا، محتاج اثنين واحد باك ليفت واحد باك رايت على اعلى مستوى مع عوده محمد عبد الشافي وفتوح لازم باك ليفت قوي ناحيه الرايت، حمزه المسلوس لازم يرجع، محتاج اثنين سنتر باك في مركز المساك او مركز سنتر باك، محتاج اثنين لعيبه على اعلى مستوى منهم لازم يكون لعيب دولي، لازم يكون لعيب عنده خبرات مع حسام عبد المجيد. ياسر حمد لعيب كويس بس لسه فتره كبيره عليه عشان يظهر بمستوى طيب. نادي الزمالك كمان محتاج جناح ينافس مصطفى شلبي، محتاج جناح ينافس زيزو او يبقى بديل لزيزو، فكل التوفيق ان شاء الله نادي الزمالك، كل التوفيق النادي الاهلي، واحلى مسا على الفرقتين.